لكم. رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم اليقين بالأسواق، إلا أن الدولة المصرية تواصل جهودها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مما يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعمل على تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري. من هنا توالت الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري في ظل جهود الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة للدولة للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية. صندوق النقد الدولي توقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022-2023 مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023. وكانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التي حققت فائضا أوليا في العام المالي الماضي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نمو 6.6%. وكالة فيتش الدولية أكدت أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نموا اقتصاديا إيجابيا طوال أزمة كورونا، مشيرة في الوقت ذاته لأن مصر عام 2021 امتلكت احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي ستؤدي إلى زيادات بالاستثمارات الأجنبية. وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية توقعت تحسن تصنيف مصر الائتماني بفضل استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وخفض معدلات الدين، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يدعمه سجل حافل من الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية. مؤسسة ستاندرد أند بورز أشادت في أحد تقاريرها بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذي وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات الجائحة، والذي صاحبه استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، مما ساعد في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر. البنك الدولي أكد أن مصر هي أفضل مثال يوضح كيف يمكن أن تؤدي سياسات إصلاحات الدعم لإحداث تحسن بالقطاعات المختلفة، كما حققت زيادات مالية ساعدت على مضاعفة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للفئة الأكثر فقراً. مجلة الإيكونومست الدولية ذكرت أن مصر لم تعاني من انكماش اقتصادي طيلة جائحة كورونا، ومن المتوقع عودة التعافي لمستويات ما قبل الجائحة لتتحسن التوقعات بشأن معدل النمو الاقتصادي مسجلة 5.6% عام 2022-2023 و 5.7% عام 2023-2024. مجموعة أكسفورد الاقتصادية أكدت أن الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ عام 2015 عززت مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات المفاجئة. موقع المونيتور الأمريكي ذكر أن الاقتصاد المصري منفرد بالمنطقة وواحد من القلائل على مستوى العالم تحقيقا لنمو اقتصادي خلال أزمة كورونا، كما اعتبره نموذجا للإصلاح الاقتصادي للعديد من اقتصادات المنطقة. بنك راند ميرشنت الأفريقي أشار إلى مكانة مصر موضحا أنها تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية، لتستمر بذلك في صدارة قائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمارات بالمؤشر منذ عام 2017. هذا وتواصل الدولة جهودها لرفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين هيكل الموازنة وتعزيز الشفافية المالية على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والعمل على تخفيف الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية على مستوى معيشة المواطنين.